سبحان الله، اغلى قهوه في العالم قال لك هي اللي تخرج من فضلات لوا، هذاك الحيوان اللي ياكم شفتوه في الفيديو اللي فات اللي سبق هذا. دونك سبحان الله، هذه القهوه دوكا بون، هذه سي لي ديشي تاع هذاك الانيمال. دونك اكرمكم الله، البراز تاع هذاك الحيوان فيه القهوه باسكو ما يقدرش يهضمها هو، ومن بعد قال لك يغسلوها بالماء ثلاث خطرات، الماء السخون ولا اربع خطرات حتى وين تولي هكا، وابري من بعد يروحوا يحمصوها. نوريكم كيفاش تاتي مع عمليه التحميص. ها يحمصوها على النار. بعض النباتات اللي يخلطوا بها القهوة. جيميكو. في المغرب العربي يسميوها جنب الفار. هذا الكركم، هذا الزنجبيل، هذا القرفه، هذا القرنفل، هذه نجمه الارض، هذه جوزه الطيب، هذا واتس ذس كاردامون. كاردامون وهذه حب الهال. ذس وان سوايت كركما. هذا الكركم الاصفر وهذاك الكركم الابيض. سبحان الله. ومن بعد هاي كيفاش تولي القهوه تاعهم، ومن بعد يشربوها يا اخي. ربي يكون في عونهم.